كعادة كل عام منذ عام 2002 يقام سنويا حفل إفطار لأبناء قنا والأقصر ورموز الصعيد والقبائل العربية والضيوف. هذا الاحتفال أقيم هذا العام في فندق القوات الجوية بمدينة نصر، والحقيقة حضر الحفل عدد كبير من المواطنين أبناء الصعيد، وحضر أيضا السيد وزير العدل والسيد وزير المالية والسيد وزير قطاع الأعمال العام والسيد محافظ القاهرة والسيد رئيس جهاز مركزي للتنظيم والإدارة والعديد من المسؤولين والمحافظين السابقين ورموز أبناء قنا والأقصر والصعيد والقبائل العربية. وفي هذا الاحتفال جرى تكريم اسم الراحل شقيقي الدكتور محمود بكري الذي وفته المنية في 10 مايو من عام 2023. تقرير ثم نعود. وسط أجواء اتسمت بالبهجة والفرحة والسعادة، وخلال تقليد سنوي يحرص على حضوره أبناء الصعيد وكوكبة من المسؤولين وكبار رجال الدولة والبرلمانيين والفنانين في شهر رمضان المبارك، انطلق حفل الإفطار الجماعي لأبناء قنا والأقصر والصعيد والقبائل العربية برعاية الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري، والذي يؤكد على التواصل والتقارب بين أبناء قنا والأقصر وجنوب الصعيد ومختلف أطياف المجتمع، وذلك لتوطيد اللحمة الوطنية فيما بينهم. هذا التواجد يؤكد أن الشعب المصري شعب عظيم. هذا التواجد هو تقليد محترم وأنا بحرص أن أنا بشارك فيه سنويا. تجمع من رموز الصعيد ورموز القبائل ورموز محافظات مصر كلها، يعني أنا شايفه نماذج ورموز من مختلف الفئات والطوائف ومن مختلف المحافظات، تؤكد على وحدة الشعب المصري، تؤكد على عظمة الشعب المصري. تقليد جيد، يتمنى أن هذا التقليد يبقى موجود بصفة دائمة في محافظات مصر كلها، لأن الشعب المصري بطبيعته وبأصالته وبعرقته دائما بيعطي مثل، خاصة في هذه المناسبات وخاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك. طبعا يوم جميل النهارده، يوم افطار في شهر رمضان الكريم في وجود نخبة من أبناء محافظتنا وأبناء الأقصر وأبناء الصعيد عموما، وطبعا القبائل العربية حاضرة ومتواجدة. وطبعا كان النهارده في الاحتفال الحقيقة يعني نخب كبيرة، يعني زي وزير المالية، وزير العدل، وزير قطاع الأعمال، الحقيقة والعديد والعديد من المسؤولين ومحافظ القاهرة. كل سنة وكل المصريين بخير، كل سنة والصعايدة بخير. فرصة نشوفها لأهلنا الصعيد كله النهاردة، مناسبة جميلة ومحترمة. ربنا يرحم محمود بكري وربنا يحافظ ويحفظ أولاد بكري كلهم. النهاردة يوم جميل للأمانة يعني، فكل سنة وكلنا طيبين. اللقاء ده مش لقاء صعايدة بس، أنا شايفه لقاء وحدة وطنية، والجهد المبذول من آل بكري جهد مشكور، ويجب واحنا كلنا مقدرين هذا الجهد. والمناسبة 10 من رمضان انتصارات اكتوبر، ودي مناسبة وطنية اكتر، والبداية دينية مناسبة دينية. والحقيقة انا شايف ان الناس هنا جاية بحب، الناس كلها جاية سعيدة ان هي موجودة. يعني انا بشكر القائمين عليه لان بيدل على تلاحم الروح الوطنية من اجل مصر، وبنشوف محبة في يوم في شهر عظيم في مكان كريم، بنحس بحب الشعب للوطن وحبه للالتفاف حول كل ما هو حلو في مصر. انا حريص دائما ان احضر مع ابناء الصعيد هذه المناسبة الرائعة وأسعد بهم، وأعتبر نفسي واحد من الصعايدة يعني. لدينا في الصعيد ملايين من الأصول من القبائل المصرية الليبية، يعني يعيشون منذ 300 عام في مصر. وأيضا الصعيد يمثل هو جذع النخلة لمصر، وبالتالي عندما يكون متماسك تكون النخلة قوية. التجمع مش تجمع صعايدة بس زي ما أنت شايف،
تجمع مصر كلها وتجمع كمان أهلنا من ليبيا وأهلنا من اليمن وأهلنا من السودان. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر بخير، كل سنة والصعيد دايما هو المخزن وهو المرفأ والملجأ بتاع مصر دايما. احنا المخزن، احنا اللي بنخزن كل الحاجات الحلوة وقت الشدة بتظهر. بنترحم على ايام الدكتور محمود، يمكن كان اخ عزيز دايما سباق في الخير، بنقوله ربنا يرحمك وان شاء الله تكون الايام دي ايام مباركة عليك والدعوات تصل لك وان شاء الله تكون في مكان تاني. شكرا لكل حضوره، وطبعا تجمع بيكون من جميع الطوائف السياسية والشعبية، ولقاء جميل جدا. احنا بنشرف بحضور كل الطوائف معانا، والحمد لله بنقول كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. اسمح لي اولا احيي يعني اخويا وصديقي النائب المحترم مصطفى بكري، والف رحمة ونور على اخوه المحترم النائب محمود بكري، ويعني بحيي ابنائه ان هم مكملين بنفس المنهج ونفس المنوال اللي كان ماشي عليه سيادة النائب، لان سيادة النائب ده هو على فكرة اللي صنع هذا اللقاء والجمع الكبير جدا. ولا ننسى ان كان في جمع مرة في المولين العرب حجم الناس اللي جات. عايز اقول لك تشعر ان جموع الشعب المصري كلها وكل ممثلي المحافظات وليس الصعيد فقط موجودين. حتى اليوم النهارده انت تجد ناس من ابناء الوجه البحري وابناء الوجه الابلي كلهم موحدين على كلمه واحده، هي حب مصر. ان شاء الله لكل عام كده نبقى مع بعض كده، وصعيدي يا ابويا على حق، صعيدي واقول الحق، صعيدي وابوي صعيدي رماني الشوق يا سيدي وقلب الحلو دق انا صعيدي. كما شهد الحفل تكريما لابناء الكاتب الصحفي الكبير والراحل دكتور محمود بكري، وذلك تقديرا وعرفانا لشخصه كاحد الرموز الوطنيه التي ستظل حاضره وخالده في ذاكره ووجدان كل من عرفه. شمس الدين العربي، حقائق واسرار. اللقاء كان جميل، وطبعا حضر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، وحضروا محافظ قنا السيد اللواء اشرف الداوودي، وحضروا يعني السيد الرئيس علي ناصر محمد الرئيس اليمني السابق، ورئيس مجلس النواب الحالي الشيخ سلطان البركاني، وحضروا ايضا السيد محمود الشريف نقيب الاشراف، وحضروا السيد احمد ضيف محافظ الغربيه الاسبق، وهشام الجخ، وجمال علام رئيس اتحاد الكره، والعديد الحقيقه من الشخصيات. ده كان لقاء وطني هدفه دعم القيادة الوطنية والوقوف في خندق الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية.